السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الآنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات ولله الحمد والمنة، زي ما تعودنا منذ سنوات نجتمع لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد. لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد، هنا بإذن الله تعالى هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة. يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. في الحلقات السابقة بدأنا موضوع الحديث عن اللفظ المرعب والمخيف للسيدات الباحثات عن الحمل، وهو لفظ مخزون المبيض من البويضات. ولما لا، وهو مرض لا يمكن للطب علاجه أو تصحيحه أو محاولة مساعدة السيدات المصابات به بتحسين هذه المشكلة. وطبعا المشكلات التي لا يكون لها علاج بتثير القلق، خاصة أن هذا اللفظ بيعني ضعف فرص السيدات في حدوث الحمل. ضعف وليس انعدام، لا يوجد شيء اسمه مخزون لا يمكن أن السيدة تحمل معه. كل مخزون يحمل نسبة ورقم لحدوث الحمل قد تكون قليلة كلما قل المخزون، لكنها أبدا لن تكون منعدمة. هناك فرص لحدوث الحمل مهما كان المخزون قليل، لكن هذه الفرص تكون قليلة. وأكدنا على أن السيدات تولد بعدد ثابت من البويضات، فالمبيض هو مخزن وليس مصنعا للبويضات، وهذه البويضات تقل في العدد كلما تقدم العمر، وللأسف الشديد كمان تقل في الجودة. وعندما نقول لسيدة أن مخزونك من البويضات قليل، فما هذا يعني؟ أن عدد البويضات المتبقية داخل المبيض قليلة، وبالتالي فرص حدوث الحمل منها قليلة، وأن جودة هذه البويضات سيئة، وبالتالي إذا حدث حمل فاحتماليات إجهاضه أو احتماليات تشوهات واحتماليات مرتفعة. وقلنا أن السن عامل رئيسي في التأثير السلبي على السيدات وفرص حدوث الحمل لديهن، لكن بعض السيدات قد ينفذ ويضعف مخزون المبيض أقصى وأكبر مما يظن بسبب سنهم لعوامل خارجية وعوامل أخرى ومرضية. وقلنا أن منها أن يكون أساساً المخزون بتاعها هو قليل، أو يضعف هذا المخزون وينهك بتحطيمه بالجهاز المناعي، أو بأمراض زي مرض البطانة المهاجرة، أو بجراحات تجرى على المبيض، أو بالتهابات الحوض المزمنة، أو بالتدخين، سواء التدخين الإيجابي أن الست تبقى مدخنة، أو التدخين السلبي أنها تبقى موجودة في بيئة من المدخنين ويبقى زوجها مدخن، وهذا له تأثير سلبي واضح على مخزون المبيض من البويضات. سنستكمل مع حضراتكم كيف نقوم بتشخيص ضعف مخزون المبيض من البويضات، ولكن بعد ما نبدأ نتلقى الاتصالات. معنا أول اتصال في حلقتنا النهاردة، تفضلوا. ألو. أيوة. كل سنة حضرتك طيب. وانتي بالصحة وبكل سلامة، انتي وكل المصريين وكل عباد الله المسلمين في أنحاء الأرض أجمعين، اللهم آمين. اللهم آمين. أنا ربنا يزيد حضرتك من علمه، وأنا بستفاد جدا من حلقاتك، وعندي سؤالين بعد إذنك، سؤال خاص بمخزون المبيض وسؤال خاص بالحالة الثالثة، يعني أستأذنك كده. تفضلي. السؤال الأول، هل كتر أخذ المنشطات، يعني أنا لو بأخذ منشطات لا يضعف المخزون، لا يضعف المخزون، لا يضعف المخزون، جاوبت أهو، يعني مفيش حد في العالم بيسأل السؤال ده إلا المصريات، ما فيش حد في العالم بيظن هذا الظن الا المصريات. يعني ماليش تاثير بالسلب على مخزون المبيض خالص، وقلتها 4 مرات ومع ذلك حضرتك اصريتي انك تكرري السؤال وتقوليه. المنشطات لا تضعف مخزون المبيض من البويضات. بعد اذنك طيب يا دكتور، انا متجوزه لي 6 سنين وسني 34 سنه. ايوه. حصل لي حمل على مدار ال6 سنين 3 مرات على فترات متباعده. أول حمل استمر شهرين في بداية الجواز، وبعد بسنتين كان في حمل تاني ما دخلوش نبضة أصلا، والحمل الثالث كان من شهر 2 اللي عداه. فأنا يا دكتور عندي ورم ليفي برا الرحم، يعني آخر دكتور رحت له قال لي إن تجويف الرحم اللي هو بيبقى موجود فيه الجنين ما مفهوش يعني أي مشكلة، بس الورم الليفي برا الرحم، فقال لي هنستنى شهرين، لو ما حصلش حمل هنشيل الورم الليفي. مش عارفة يا دكتور حضرتك تنصحني بإيه، وفي دكاترة
لا، الورم الليفي مالوش اي دخل بتاخير الحمل، مع اني انا عامله منظار وعندي تكيسات والحمل الاخير ده ما حصلش غير لما فقدت الوزن. الحمل الاخير ده استمر معي في اول الشهر الرابع وحصل انفجار مبكر في جيب الميه. فانا مش عارفه يا دكتور اخذ القرار واشيل الورم الليفي ولا حتى الدكتور قال لي لو ما حصلش حمل نستنى شويه بعد ما نشيل الورم، لو ما حصلش حمل هنعمل لك حقن مجهري. لو فضلت ما يحصلش حمل كل الناس هتقول لك هنعمل لك حقن مجهري، عشان لازم تقول لك حل. حجم الورم الليفي قد ايه؟ 4.5 × 4. وقالوا لحضرتك ان ده صغير، متوسط، كبير، شديد؟ قال لي هو اخر دكتور ده رحت له من يومين قال لي ده كبير، يعني كبير يعني. طيب كبير. وحضرتك عملتي منظار مش كده؟ لعلاج تكيس المبايض، او وقتها ما قالولكيش الحقيقه وقالوا لك احنا نعمل منظار عشان نشوف ما بتحمليش ليه، مع ان هم عارفين. لكن مهم يعني كان وقتها حجم الورم قد ايه؟ نفس الحجم يا دكتور برضو، انا اخذت تقرير المنظار معي من يومين والدكتور قال لي هو نفس الحجم يعني. وليه ما تشلش وقت المنظار؟ لماذا كان المنظار تشخيصا برضو فقط؟ برضو كانت وجهة نظر الدكتور اللي عمل المنظار قال لي برضو هو مش مانع الحمل لاني ما كانش حصل الحمل الاخير. يا فندم هو مش مانع الحمل، اليس ورما؟ اليس مشكلة؟ اليس شيء غريب وسيكبر بمرور الوقت؟ ولماذا لم يقل الحقيقة أنني ما أقدرش أشيل الورم الليفي ده والأفضل أن حضرتك تروح تعمل المنظار عند حد يقدر يشيله؟ هذه هي الحقيقة. أنا ما عرفتش يا دكتور أعمل إيه دلوقتي أنا، يعني هل عامل السن ده ممكن يكون مشكلة بالنسبة لي أخذ القرار وأشيل الورم الليفي؟ مخزون المبيض من البويضة، مخزون المبيض من البويضات قد إيه؟ لا ده ما عملتوش خالص التحليل ده خالص. ست سنين على مدار الأربع ست سنين ست سنين في سيدة عمرها فوق 30 سنة تتردد على عيادات الأطباء، محدش طلب تحليل مخزون المبيض من البويضات في سيدة عمرها 34 سنة الحين، ولا حد قال لي خسي غير من سنة. تمام، إذا كان ما تقوليه حقيقة فهذا ليس طبا. طيب حاضر، هجاوب حضرتك. واحد، هذه الحالة محتاجة تقيم تقييم طبي، لأن اللي حضرتك بتقوليه ده في قشور من الطب وليس صحيح الطب. واحد، حضرتك عندك تكيس مبايض، لا أعلم، بس أنا هجاوب على التشخيص اللي حضرتك بتقوليه. لا أعلم، يعلم من رأى الحالة. المريضات اللي عندهم تكيس مبايض هذا قد يؤخر الحمل؟ الإجابة نعم. وإذا حدث حمل في فرص عالية للإجهاض؟ الإجابة نعم. ولا يحدث حمل إلا إذا حد قال لحضرتك خسي وده ما سمعتهوش إلا خلال السنة الأخيرة؟ الإجابة نعم. وكل ما قيل قبل كلمة خسي خلال الأربع خمس سنين السابقة ليس له أي جدوى في علاج. أدي واحد، إذا كان حضرتك عندك تكيس مبايض. اتنين، مخزون المبيض من البويضات الذي لم يجرأ شيء يحصر، لأن المخزون إذا عملناه يا رب ما يحصل كده ونلاقيه ضعيف وضعيف جدا فلن نستطيع له علاجا وسيكون ضعيفا جدا مثلا السنة دي، لكن السنة اللي فاتت كان ضعيف من غير كلمة جدا، وهو وارد ان هو يضعف طبعا في كل السيدات. وفي علاقة بين الورم الليفي وبين ضعفه؟ لا، في علاقة بين الورم الليفي وان يبقى معاه مرض بطانة مهاجرة الذي يغفله الأطباء عند إجراء المنظار ولا يجيبوا سيرته، وهذا المرض يضعف المخزون. أنا ما عنديش، حضرتك تعرفي منين؟ ما قاليش، ما هو ما قالكيش لأنه ما ادكيش فيديو للعملية نستطيع أن نراجع به، وبالتالي هذا المنظار لا قيمة له إلا عند من أجراه، فعلينا مضطرين وحطين رجلنا فوق دماغنا إننا نسمع الكلام اللي هو قاله ونصدقه، وقد لا يكون حقيقي. والمنظار يستطيع أن يزيل الأورام الليفية اللي حجمها 3-4 سنتي وخارجية، وبالتالي لو وقت المنظار كان قيل لي الحقيقة أننا بنعمل منظار عشان نشوف عندك بطانة مهاجرة ولا لأ، وكنت الكلام ده مدعم بفيديو وكان اتشال الورم الليفي لوفروا علي جراحة أخرى وقتها، وبالتالي كان الورم الليفي ده حجمناه. الورم الليفي الخارجي ليس سبب لمنع الحمل؟ الإجابة نعم، لكن الأورام الليفية 15-20% من السيدات اللي عندهم أورام ليفية بيحصل لهم التهاب في الأنابيب وهذا يقلل فرص حدوث الحمل. 15-20% من السيدات اللي عندهم أورام ليفية بيحصل خلل في الدموية بطانة الرحم وهذا يقلل من فرص حدوث الحمل ويزيد نسب الإجهاض.
الستات اللي عندهم اورام ليفيه وحضرتك حصل لك كده بيحصل لهم انقباضات مبكره وهذا يؤدي الى ولاده مبكره وانفجار مبكر لجيب الميه. وبالتالي هذا الورم الليفي الافضل انه يزال ومن فضل الله انه خارجي وكان في حجم يستطيع المنظار ان يزيله، لكن من اجرى المنظار لم يكن لديه النيه ولا القدره على ازالته. هذه الحاله يجب ان تقيم تقييم جيد عند طبيب متخصص يقول الحقيقه وكلام علمي، فيجب الوصول لتشخيص ويجب عمل تحاليل أخرى غير الأجرية ويجب عمل منظار لإزالة الورم الليفي وبعده البحث عن حمل. وكل ما قيل قبل كلمة خسي كان تضييع لوقت وجهد ومال، وكل ما قيل طوال سنوات دون عمل مخزون تحليل مخزون لسيدة فوق 30 سنة هذا ليس طبا على الإطلاق. معنا اتصال تليفوني آخر، اتفضلي. أنا كلمت حضرتك قبل كده من حوالي سنتين، كان عندي نقص في المخزون بس ما عملتش بقى 3 سنين من الجواز. لا أنا مش سامع، سمعت كلمت حضرتك قبل كده من سنتين وكان عندي نقص في المخزون، بس كلمة كان بتتقال على الفعل الماضي، يعني هو كان والوقت ما بقاش في نقص في المخزون وبعدين اللي بعد كده ما سمعتوش. لحد دلوقتي. طبعا لحد دلوقتي، بس حضرتك كعادة السيدات قلت ده بصوت واطي عندما يكون الكلام ايه مش على الهوى، فانا عندي ضعف في المخزون. حضرتك سنك كام سنه دلوقتي؟ 37. 37، يعني حضرتك عندما اكتشفتي ان كان عندك ضعف في المخزون كان عمرك 34 35 سنه، مظبوط؟ 34. تمام، بس عشان السيده السابقه اللي متصله هتقول لي اصل انا رحت للدكاتره وقالوا لي لا 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 انت صغيره اقل من 35 سنه اعمل لك تحليل المخزون ليه؟ طيب تحليل المخزون كان كام؟ 68%. كان 28%. وحضرتك كنت وقتها متزوجة بقالك قد إيه؟ كان بقالي 3 سنين. وكان دي أول مرة يجرى تحليل المخزون؟ يعني حضرتك اتجوزتي عمرك 31 سنة ما تأخرتيش ورحتي للدكاترة بدري عشان عارفة ان سني كبير، قعدوا يدوني منشطات ويقولوا لي التبويض هايل وانت عظيمة وما حصلتيش وما وصفتيش وهتجيلي حامل الشهر الجاي، ثم بعد سنتين حد افتكر انه يطلب تحليل المخزون فطلبوه فلقوه قليل، مش ده اللي حصل؟ وبعدين ايوه، وعملت اشعة بالصبغة وبعد كده عملت عملية قرحة الرحم. طيب يا فندم ثانيه بس عشان اللي حضرتك بتقوليه ده من الاوهام المنتشره. اولا الاشعه بالصبغه ما هياش عمليه، الاشعه بالصبغه ما هياش عمليه، دي اشاعه وما هياش هي الفحص رقم واحد، هذا يطلب فقط في صعيد مصر كالفحص رقم واحد، تمام؟ لكن وما فيش عمليه اسمها قرحه لعنق الرحم، وهذا وهم وهذا لا علاقه له بتاخر الحمل وهذا الغي من الطب، وكي عنق الرحم يضر ولا يفيد الباحثات عن الحمل حيث يقلل افرازات المواد الزلاليه التي تساعد صعود الحيوانات المنويه وهو تدخل الغي من الطب. المهم لما اكتشفت ان المخزون قليل وكلمتينا من سنتين وبعدين؟ وبعدين حضرتك قلت لي عمليه قرحه الرحم ديت وهم، وبعد كده عملت يعني قلت نفس الكلام اهو ما اتغيرش. طيب وبعدين عملت عمليه المنظار وبعدين عمليه الحقن. عملتي منظار عشان يكتشفوا؟ ثانيه واحده بس عشان نمشي بالخطوات كده، عملتي منظار عشان يشوفوا في سبب لضعف مخزون المبيض من البويضات ولا لا؟ صح؟ لقوا سبب؟ لقوا في التهاب مزمن في الحوض؟ لقوا في بطانه مهاجره؟ الدكتور قال لي عندك بطانة رحم مهاجرة من الدرجة الأولى. جميل، بطانة الرحم المهاجرة من الدرجة الأولى قد تضعف مخزون المبيض من البويضات، والمنظار كان دوره هنا أن يكتشف السبب ويحاول يعطل السبب ده ويمنع تطوره، على الله أن نحافظ على المخزون اللي هو بالفعل ضعيف. وبعد عدة شهور لو ما حصلش حمل من المنظار يجب نصحك بسرعة اللجوء للحقن المجهري، تمام ده اللي حصل؟ عملت الحقن المجهري. طلعتي كام بويضة؟ 7. كويس، وتخصب قد ايه؟ 5 منهم بس كان عندي لحميه في الرحم، الدكتور ما حطليش غير بويضه واحده وحصل منها حمل. حلو، وحصل له ايه الحمل ده بقى؟ كان النبض بتاعه واقف. ليه؟ الدكتور قال لي طبيعي. لا هو مش طبيعي، طبيعي في حالتك عشان سوء جوده البويضات بسبب ضعف المخزون. معلش طبعا الكلام ده. لا اديني بقوله لحضرتك. طيب
مش احنا لسه بنقول ان اللي مخزونهم ضعيف بتبقى جودة البويضات قليلة وبالتالي فرص حدوث الحمل منها قليلة، واذا حدث حمل فاحتماليات اجهاضه مرتفعة. ده قبل ما حضرتك تخش على الهواء كنت انا بقول الكلام ده. بعديها بحوالي شهرين عملت عملية ارجاع عشان كان في 4 كمان مجمدين. لما فكوا التجميد طلع كام واحد من الاربعة يصلح انه يترجع؟ 3. ورجعوا الثلاثة؟ ايوه رجعوا الثلاثة بس ما حصلش منهم حمل. السؤال ايه بقى؟ دي القصة. السؤال انا الحمد لله دلوقتي حمل طبيعي الحمد لله، وهذا لا يعني ولا يضر في أي شيء. إحنا لسه بنقول إن الستات اللي مخزونهم من البويضات ضعيف هذا لا يعني إنهم مش هيحملوا. إحنا بنقول فرصهم في الحمل قليلة، فلما يبقى مخزون حضرتك 28 من 100 يبقى فرص حضرتك في الحمل مثلا 2-3%. يعني لو في 100 واحدة في حالة حضرتك 2 بس اللي هيحملوا. مين بقى الاثنين دول؟ ما نعرفش. يشاء ربنا ان حضرتك تبقي واحده من الاثنين دول. جايز يشاء ربنا بعد شهر مننا نشخص ان المخزون قليل، وجايز يشاء ربنا بعد 4-5 سنوات. لكن حضرتك كون ان حضرتك حملتي طبيعي ما يستدعيش ان حضرتك زي ما كل الستات تيجي تطلع لنا لسانها كده، انتوا بتقولوا ان المخزون بتاعه قليل، اديني حملت طبيعي. ايوه المخزون القليل لا يعني ان السيده ما تحملش، يعني ان فرص حدوث الحمل طبيعي واردة بس قليلة، وحضرتك حملت طبيعي بعد 6 سنين من الزواج، وبالتالي واضح جدا ان الفرص قليلة. ان شاء الله يا رب ربنا يتم لك على خير. ودي حاجة ما هياش عجبة وما هياش حاجة تثير اندهاشنا، بالعكس وارد جدا جدا جدا. انا مستعد اجيب لكم اللي مخزونها من البويضات كان 75% وجابت طفلين 3، واللي مخزونها من البويضات 50% وعنديهم وحافظهم بالاسم، وممكن اطلب منهم لان بعضهم بيشوفني دلوقتي اقول لهم يتصلوا على الهواء. واللي كان مخزونها 70 وبعدين حملت وديناها علاج وحصل حمل خارج الرحم وبعدين شلنا الحمل خارج الرحم وبقت فرصها في الحمل اقل وبعدين جابت طفلين بعديهم في سنتين متتاليتين، واللي مخزونها من البويضات كان ضعيف وابتدت الدوره تنقطع وتتاخر وجابت 3 أطفال. كل ده عندي هذه الحكايات كلها ومحتفظ بيها. لكن دور الطبيب انه لما يلاقي المخزون ضعيف انه يكون عامل تحفيز للسيدة، يقول لها لو سمحتي ما تقعديش وما تتأخريش وما تتلكعيش علشان الوقت عامل مهم جدا جدا جدا. هو السيدات اللي مخزونهم البويضات ضعيف يعني ايه؟ يعني سنهم متقدم من ناحية التبويض، بمعنى إن لما نلاقي واحدة عمرها 32 سنة ونقول لها مخزونك من بويضات ضعيف أكن مبيضها بتاع واحدة عمرها 41 سنة. طب أنتوا عمركم ما سمعتوش عن واحدة 41 أو 42 سنة وحملت؟ لا سمعنا بس قليل، واللي بيحملوا فيهم في عندهم فرص عالية للإجهاض. أهو ده اللي وارد يحصل للسيدة دي بالظبط. تمام؟ اللي مخزونها من البويضات قليل، فرص حدوث الحمل قليلة وأحيانا نادرة لكنها ليست منعدمة. وحالة حضرتك الحمد لله حصل حمل بس بعد 6 سنوات، وهذا يؤكد أن الفرص قليلة لأنه لم يحدث حمل طبيعي إلا مرة واحدة بعد 6 سنوات. يا رب ربنا يتمه على خير. معنا اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم دكتور. اتفضلي. ألو. أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور أنا مخزون المبيض بتاعي 75%، فالدكتورة كاتبة لي سنك كام سنة يا فندم؟ سنك بهدوء كده بس الأول. أولاً سنك كام سنة؟ متزوجة بقالك قد إيه؟ بتبحثي عن حمل ولا لأ؟ حصل إيه قبل كده؟ أيوه يا فندم أنا ما أعرفش الكلام ده ولن أستطيع إن أنا أظنه أو أفهمه من الهوا بمجرد بتقولي أنا مخزوني 75%. بالهدوء كده، أنا سني كام سنة؟ أنا عايز أسأل حضرتك يعني المخزون ضعيف هو ليه علاج؟ هي الدكتورة كاتبة لي داهية، هو داهية ده غالي فأنا مش عارفة أجيبه، هيفيد في حالتي ولا مش هيفيد؟ يعني حضرتك مش عايزاني اسال ولا سؤال من دول وملكش دعوه وما تهتمش، انت بس جاوبني على ده. حاضر. لا يا دكتور والله انا عشان وقت حضرتك بس. لا يا فندم حضرتك انا مش مستعجل بس انا حاضر هجاوب حضرتك. انا يا دكتور انا والده مرتين قيصريه واخر مره مستشفين بس ما حصلش حمل خالص، وعامله منظار بطني ورحمي بس قالوا لي في التهابات في الانبوبه، كان في التهابات يعني في الانبوبه كان فيه وهم بالمنظار حقنوا جواه مضادات حيويه فالالتهابات راحت. امال كده انا مش عارفه. مفيش في الطب حضرتك كلمه كان عندي التهابات في الانبوبه دي، مفيش. يعني في واحده عندها التهابات في الانبوبه لكن مفيش واحده كان. ايوه دكتور هم قالوا لي كده مش عارفه بقى هو كلامهم حقيقي ولا لا.
المهم ده ما حصلش حمل من 6 سنين. طب يا فندم ثانيه واحده بس، عشان حضرتك بتقولي لي على الدواء ده انه غالي، خلينا نتكلم بالمنطق كده. هم قالوا لحضرتك ان فرص حدوث الحمل مع المخزون ده قليله، متوسطه، عاليه، سهله، صعبه، قالوا ايه؟ ما قالوش اي حاجه، بس انا سمعت من حضرتك ان المخزون ده قليل. ما قالوش حاجه، ما قالوش حاجه. طيب وحضرتك ما سمعتيش مني بقى ان انا بقول ان المخزون قليل ملوش علاج؟ طب هم ما قالوش حاجه. طب قالوا حضرتك اذا فضل ما يحصلش حمل المفروض تعملي ايه؟ ما قالولكيش حاجه. بتديني منشطات كل شهر، انا بقالي حوالي 3 سنين باخد منشطات، شهر ياخد شهر ما اخدش كده يعني. طب تفتكري يعني ابتديت اخد منشطات من 3 سنين. طب تفتكري حضرتك هنفضل ناخد منشطات 6 سنين ولا 7 ولا 10؟ مش المفروض حضرتك تسالي الدكاتره السؤال ده؟ انا باخد منشطات بقالي 3 سنين باخدهم، انتوا حاطين لي خطه علاج مدتها قد ايه؟ يعني انا المفروض اخد المنشطات دي اخرنا قد ايه؟ والبلان بي، الخطه الثانيه، لو ما حصلش حمل انا المفروض هعمل ايه؟ مش ده اللي المفروض ابقى فاهماه، ابقى فاهم الخطوه دي واللي بعديها واللي بعديها؟ والله انا بقول كده يا دكتور، بس بيقولوا لي من عند هو ربنا يكرمك من عنده. يا فندم حضرتك، حضرتك بس انا لما بقول كده هم بيحسسوني ان انا بقول يا حاجه مدام منى يعني. يا مدام منى، اي حاجه هي بايد ربنا، احنا اللي بنتكلمه هو نمره 2 بعد ربنا، عشان انا لو قلت لحضرتك الكلام اللي بيقولوه ده مش مظبوط يبقى هيكفروني. انا ما بتكلمش في ربنا، ربنا قادر على كل شيء. أنا بسأل حضرتك، مش المفروض أنا لما أروح لدكتور بيقول لي حضرتك عندك كذا وهنعمل كذا، فمش المفروض بقى إنه يغيب عقلي ويقول لي ده بصي هناخد تنشيط، الله التنشيط هايل، التنشيط ممتاز، هتحملي على التنشيط، قولي له لو سمحت ما تبيعليش كلام، قول لي بقى لو ما حملتش أعمل إيه؟ وحضرتك كده ما تسمعيش إن لو واحدة مخزونها من البويضات قليل، ولو واحدة قعدت سنين ما بتحملش المفروض تفكر في ايه؟ ايوه يا دكتور. نعم؟ ايوه يا دكتور، ايوه ما انا فاهمه. لا مش المفروض الاجابه على السؤال بتاعي ده ما هواش ايوه وما هواش انا فاهمه. اللي تفضل سنين ما بتحملش. نعم يا فندم. حقن مجهري قصدك؟ الحمد لله الذي انطق الحق على لسانك. والحقن المجهري ده حاجه رخيصه ولا غاليه؟ حاجه غاليه جدا، فعشان كده انا ما فكرتش. غاليه جدا. قوم حضرتك الدواء اللي حضرتك بتقولي عليه غالي ده أرخص ولا الحقن المجهري؟ لا الدواء أرخص، بس أنا مش عارفة هو هيفيد فعلا ولا ما جابوش أصلا، أنا عايز أستفاد من حضرتك. لا الدواء ده ولا غيره هيزود المخزون، واحد. يا ريت لي عشان تحافظي على مخزونك. اتنين، لا الدواء ده ولا غيره هيحافظ على المخزون، اتنين. أيوه. تلاتة، أيوة. الدواء ده قد دي نسبتها 10% و90% لأ، قد يحسن جودة البويضات القليلة في الناس اللي مخزونهم قليل. ويستخدم لمدة قد إيه؟ 3 شهور. 3 شهور. مش حتى خريف العمر، مش حتى نهاية العمر، تمام؟ 3 شهور فقط لا غير. السيدات اللي مخزونهم من البويضات قليل، فرصهم في حدوث الحمل قليلة ولكنها ليست منعدمة، وارد أن يحدث حمل طبيعي في أي لحظة. في حالة حضرتك إيه اللي قلل المخزون؟ جايز السن، وجايز يكون مرض اسمه البطانة المهاجرة الذي لا يكتشف في المنظار اللي لا يمكن هيكونوا جابوا سيرته، وجايز التهابات مزمنة في الحوض، ولو الأنابيب فيها التهابات يبقى لا يحدث حمل بسبب التهابات الأنابيب، والتهابات الأنابيب كمان تؤثر على مخزون المبيض من البويضات وتضعفه، ولا يوجد علاج يزيد المخزون أو يحسنه أو يحافظ عليه، لكن بعض العلاجات قد تحسن جودة البويضات عند استخدامها لفترة، وده اللي في إيدنا إن احنا نديه. بس إذا استمر لا يحدث حمل في الناس اللي مخزونهم من البويضات قليل يجب التفكير في اللجوء للحقن المجهري، ليس لأنه الوسيلة الوحيدة لحدوث الحمل في مريضات الحقن المجهري، ولكنه الوسيلة الأسرع، وفي مريضات الحقن وفي مريضات المخزون الضعيف بيبقى فارق معانا جدا الوقت، لأن كل يوم وأسبوع وشهر محسوب على السيدة بالسلب. تمام؟ آدي الإجابة على اللي مخزونهم من البويضات قليل. وهل الرقم بتاع المخزون ده قليل قوي؟ الأهم من الرقم حاجة تانية مهمة خالص اسمها أنترال فوليكولر كاونت أو AFC، اللي المفروض أن الطبيب يدركها عند إجراء سونار مهبلي. ما بيعملوا لي السونار ويقولوا لي أنت كويسة، نص اللي بيعملوا لك سونار بيعملوا لك من البطن وهو لا يفيد بأي شيء، والنص التاني ليسوا أطباء تأخر حمل فمش هيقولوا الحقيقة من متابعة العدد بتاع الجريبات اللي داخل المبيض.
أما المخزون إنه يبقى قليل ففرص حدوث الحمل تبقى قليلة ولكنها ليست منعدمة. وطبعا طبعا طبعا كل شيء بأمر الله، حيث علم الله وفوق علم وطب الأطباء، فمحدش يجي يخلي كلامنا ويحيله إلى الله، فالله فوق الطب وفوق العلم وفوق هذه الأرقام وفوق هذه التشخيصات، وقد كتب على نفسه منذ أمد بعيد أنه يهب لمن يشاء، يهب لمن يشاء هذه هبة، يهبها لمن يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء، تعالى علم وقدرة وعلم وقدرة وطب الأطباء. معنا اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. دكتور، وانا بفكر انا اجيب عيل تاني يعني بعد سنتين، يعني انا بس بقول لك انا مركبه الاولاد، يعني لو انا ركبت الاولاد اعمل كشف عشان اعرف ان انا هحمل تاني ولا لا، ولا اعمل ايه؟ وهو في حد بيقدر لما يكشف على حد يقول له انت هتحمل تاني ولا لا؟ مش احنا لسه بنقول حمل؟ انا كان عندي مشاكل يا دكتور، كان عندي كيس على المجال بس انا خايفه احمل تاني يعني. طب وحد قال لحضرتك ان الكيس اللي على المبيض هو السبب في ان يحصل تاخر للحمل؟ هو كان كيس نوعه ايه؟ كيس شوكولاته. تمام، يبقى اسمها بقى انا مريضه مرض اسمه البطانه المهاجره. ايوه دكتور. حيث كيس الشوكولاته ده واحد من اعراض وظواهر المرض، ولما يشيلوا الكيس ويبقى مش موجود مش معناه ان انا شفيت، يبقى شالوا الجزء من المرض اللي عينهم بتشوفه بالسونار، وليس معناه ان المرض انتهى. يبقى انا مريضه مرض. نعم دكتور، بقول لك هو شالوه يا دكتور وبعديها عملوا منه عينه، بعد منها جالي كيس مائي وبعديها خدت حبوب منع الحمل. طب يا فندم، هو اي حاجه حضرتك مش عاجبه في ده، اي حاجه تتشال من جسم بني ادم المفروض انها ترسل الى التحليل ويعملوا منه عينه. واللي عند حضرتك ده مرض اسمه البطانة المهاجرة، وإجراء جراحة في الحوض خاصة جراحة على المبيض، واحد من المضاعفات الشهيرة لجراحات الحوض اللي على المبيض إن يتكون بعد الجراحة بشهر أو اتنين كيس مية على المبيض، وهذا ليس عائق ولا علاقة له بتأخر الحمل، واخد شريط برشام منع الحمل يروح بسرعة، وإذا ما خدتوش هو هيروح لوحده، ولا علاقة له بتأخر الحمل من قريب أو بعيد. ده كيس ايه؟ تاني يا دكتور وقال لي كيس دواء، لو ممكن نعمل كشف ونشوف الدنيا ايه فيها ايه من جوه، اللي هيتشال ايه مش هيتشال. ساعتها سبت الدكتور ده ورحت الدكتور تاني، ساعتها كان بيديني حقن في الرحم، يعني حصل حمل عندي. حقن ايه في الرحم؟ معلش تاني كده، حقن ايه؟ حقن عشان تقيسات ديت عشان ظبط الدنيا جوه. لا معلش معلش، اللي حضرتك بتقوليه ده ليس طبا، فاحنا لازم نسمعه حضرتك. حقن ايه عشان يظبط الدنيا؟ كان بيديني حقن في الرحم عشان كان بيديني حقن اول ما جاب لي علاج، وبعدين في اخر دقيقه الحقن ديت دي علاج، وبعدين خلاني عملت اسهاب الصبغه عشان يشوف الكيس ده اكبره ايه، وبعدين قال لي ممكن يتشفت، وبعدين رحت للدكتور تاني قال لي لا مش هينفع. ثانيه واحده بعد اذنك، ثانيه واحده. ايوه. الاشعه اللي بالصبغه ما بتشوفش الكيس، لان الاشعه اللي بالصبغه لا تشخص شيء على المبيض. اتنين، حضرتك كانوا بيحقنوا في حضرتك ميه من تحت مش كده؟ وبعد شويه بقى يحطوا على الميه دي ادويه، يقول لك ده انا بحط عليها مضادات حيويه وحاجات ضد الالتهاب. تمام، هذا ما يسمى بهايدروتيوبيشن، الغي من الممارسه الطبيه الغاء تام، وبطلنا ندرسه في كليه الطب من 40 سنه. لثبوت عدم جدواه في علاج اي شيء، ولثبوت ان في منه مضاعفات، ان هو يدخل التهابات في الانابيب ويزيد 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 من نسب الاصابه بمرض اسمه البطانه المهاجره. بعدين الدكتور قال لي روح الدكتور يشفت لك الكيس دوت، رحت للدكتور قال لي ما ينفعش الكيس دوت يتشفت. بعد منها قال لي اعملي بقى مطابقه تبويض. عملت مطابقه تبويض وطلعت كويسه يعني الحمد لله. الحمد لله. هو حضرتك وانا ليه حاسس ان انا بتكلم وكلامي يعني اكن حضرتك ما بتسمعيهوش؟ ماشي طيب. لا بسمعها يا دكتور والله انا سامعاه. اه بس حضرتك مش المهم انك تسمعيني، المهم ان السمع يتحول الى ادراك. لما اقول لحضرتك ان اللي اتعمل ده تقنيه اتلغت من الطب من 40 سنه، وان ما حدش بيعملها غير 3 4 اشخاص عارفينهم بالاسم، فالمفروض حضرتك محمد المليجي ساعتها هو اللي اداني الحقن ده. ما يا فندم انا قلت لحضرتك في 3 4 اشخاص عارفينهم بالاسم، مش عايز اذكر يعني حد في وسط البلد كده. ساعتها قال لي اعملي حقني مجهري، ورحت القصر العيني عشان اعمل حقني مجهري، بعد كده في الاخر لقيت ان انا حملت طبيعي،
طبيعي. ايوه يا فندم، مجرد ما شلت الكيس، لانه كان هنبعت حضرتك للدكتور هشام قنديل عشان يشيل الكيس. ده انا عارف الاسامي اللي يعني تسلسل الاسامي، مين هيعمل ده وهيبعتك لمين وامتى وازاي. طيب ممكن احمل عادي طبيعي ولا نرجع نقول تاني بقى، نتكلم طبا كده، نتكلم طبا. الهايدروتيوبيشن اسلوب اتلغى من الطب من حوالي 30 40 سنه، وهو لا يفيد وقد يضر. اثنين، الأكياس الدموية اللي اسمها أكياس الشوكولاتة هي جزء من مرض اسمه البطانة المهاجرة. ثلاثة، هذه الأكياس عند إزالتها زي حالة حضرتك في فرص أن يحدث حمل طبيعي لبعض السيدات اللي الحمد لله حضرتك كنت منهم. فإذا لم يحدث حمل طبيعي أو كان المرض عمل مضاعفات شديدة على الأنابيب والحوض والتصاقات، فيجب اللجوء للحقن المجهري. وارد جدا بعد المنظار يطلع كيس مية زي اللي طلع لحضرتك، أول ما عالجوه بعد شهر اتنين تلاتة ربنا أكرم حضرتك وحصل حمل. الآن بعد الولادة حضرتك بتستخدمي لولا وبتسألي هو أنا ممكن أحمل بعد كده طبيعي؟ الإجابة نعم، في 70-80% من السيدات اللي عندهم بطانة مهاجرة مجرد ما يحصل حمل يكتمل 9 شهور هذا المرض هبط واختفى وانتهى ولا رجوع له، لكن في 20-30% قد يرتد المرض مرة أخرى. فإذا كان المرض اختفى ولم يترك أي تأثير سلبي لا في الحوض ولا على الأنابيب ولا التصاقات ولا إضعاف لمخزون المبيض من البويضات، تحولت الست لست طبيعية وممكن تحمل تاني، لكن في 20-30% مش هيحملوا لأن المرض سيعاود نشاطه بعد الولادة. والمرض لا يمكن الحكم عليه ولا تقييمه ولا تقييم تأثيره ولا انتشاره إلا بإيه؟ إلا بمنظار. يبقى أنا هستخدم منع الحمل لمدة سنتين، خلال السنتين دول هتابع مخزون المبيض من البويضات بتاعي واعمل سونار مهبلي كل فترة علشان اشوف بيتكون تاني كيس دموي ولا لا، عشان اعرف انا عندي المرض ده بينشط ولا لا. وبعد سنتين وليس اكثر او قد نقللهم بناء على تحليل المخزون اسعى للحمل مرة اخرى. فاذا حدث حمل مرة اخرى شيء جميل، فاذا لم يحدث حمل يجب سرعة اجراء منظار مرة اخرى لمتابعة هل المرض نشط وموجود ولا لا وتقييم حالته ودرجته. وحضرتك تبقي تشرفي كده زي ما روحتي عندنا في القصر العيني وتم إزالة الكيس. غالبا زي ما قلت لحضرتك يعني الأسماء دي هيبقى دكتور هشام، وبعدين نشيل بعد ده نتكلم في فرص تانية. حقن محلول ملح داخل الرحم ثم وضع أدوية عليه، حاجة اسمها هايدروتيوبيشن ألغيت من الممارسة الطبية منذ عدة سنوات. معانا اتصال ولا نعاود الكلام عن المخزون؟ طيب نكمل كلامنا على مخزون المبيض من البويضات. ونؤكد أن المخزون أحيانا يضعف بلا سبب واضح، ومعظم الحالات اللي بتضعف بلا سبب واضح قد يكون أولا هي مخزونها من الأساس ضعيف، أو أن مناعة جسمها تحولت وهاجمت هذا المبيض ببويضاته، وده كلام قلناه المرة اللي فاتت. الحاجة التانية إن بعض الأمراض قد تهلك وتضعف مخزون المبيض من البويضات زي مرض البطانة المهاجرة. الحاجة الثالثة زي ما حضراتكم سمعتوا كده، التهابات الحوض المزمنة والتهابات الأنابيب قد تضعف مخزون المبيض من البويضات. الحاجة الرابعة، الجراحات التي تجرى على المبيض أو استئصال المبيض. كمان اللي ثبت حديثا أن التدخين سواء إيجابي أو سلبي له تأثير سلبي جدا على إضعاف مخزون المبيض من البويضات. كيف نكتشف أن سيدة مخزون المبيض من البويضات بتاعها ضعيف؟ للأسف الشديد أن هذا مرض بلا أعراض، يعني الست اللي مخزونها ضعيف واختها مخزونها ممتاز، الاثنين هيبقى الدورة بتاعتهم طبيعية ومفيش فرق فيها ومفيش عرض واضح لضعف المخزون. قد تكون هناك أعراض للمرض اللي سبب ضعف المخزون، لكن ضعف المخزون في حد ذاته ليس له أعراض واضحة، ودي من صعوبة تشخيصه أنه كامن وساكن وخفي وخبيث وبلا ظهور أعراض قد يأكل المبيض وقد يدمره تماما أي مرض موجود. وبالتالي ضعف مخزون المبيض ليس له أعراض، وبالتالي عشان نشخص أن مخزون المبيض ضعيف يجب أن نبحث عنه بفحوصات وتحاليل. هذه الفحوصات بعضها بالسونار المهبلي بعد الجريبات داخل المبيض، وبعضها بعمل تحاليل لمخزون المبيض من البويضات وهي عينة دم، وسنتكلم عن هذا تفصيلا الفحوصات لتشخيص مخزون المبيض من البويضات في حلقات قادمة. الآن معانا اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. يا حضرتك انا عندي 40 سنة وماله تشرفينا.
حضرتك بروحت بيقولوا لي عندك قرحة على الرحم وخدت علاج وما خدتش، بقول لحضرتك ايه العلاج بتاع القرحة ده؟ يا سيدتي حضرتك اساسا انت بتشتكي من ايه؟ بصي حضرتك قلتي انا عندي 40 سنة بيقولوا لي عندك قرحة، في جزء مفقود من النص اسمها انا عندي 40 سنة شكوتي كذا رحت لدكاترة قالوا كذا، في جملتين كده ما اتقالوش اللي هم حضرتك. انا حضرتك بقول لك يعني اخدت وكنت مركب اللوب وبعد كده كنت بضل اللوب وبحمل عادي، بعد ما حضرتك وصلت 35 سنه راحوا قالوا لي عندك التهابات وعندك قرحه، اتعالجت حضرتك ورحت اركب ثاني اللوب برضك الدكتور قال لي لا في اثار للقرحه على عنق الرحم، فحضرتك ايه علاجي؟ هو حضرتك متابعه الحلقه دي من شويه كده؟ متابعاها أيوة من اولها؟ ايوه حضرتك سمعتيني وانا بقول ان قرحه عنق الرحم، ممكن تبعدي عن التلفزيون بس عشان حضرتك مصره تقفي جنبه كده، سمعتيني وانا بقول ان قرحه عنق الرحم دي وهم الغي من التشخيص الطبي وانها ليست سبب لتاخر الحمل وان علاجها وكي عنق الرحم شيء يضر ولا يفيد الباحثات عن حمل. حضرتك سمعتيني قلت الكلام ده اثناء الحلقه؟ ايوه حضرتك سمعت. تمام، وبالتالي حضرتك ايه العلاج دلوقتي يا سيدتي الفاضله؟ علاج ايه؟ حضرتك متأخرة عن الحمل مظبوط؟ أنا حضرتك مش عاوزة حامل، أنا الحمد لله معايا أطفال بس أنا عاوزة وسيلة، عاوزة أركب البرشام حضرتك مزود لي الوزن بس عاوزة أركب اللوب، بس كل ما أروح لحضرتك للدكتور يقول لي لا القرحة لسه ما خفتش. روحي ركبي. حضرتك إيه علاج القرحة؟ روحي عند طبيب آخر وركبيه. ما رحت له إمبارح حضرتك قال لي لا. روحي عند طبيب آخر وركبيه. بس حضرتك ليه سؤال ثاني؟ نعم. حضرتك بنتي بتتابع عندك وعندها بطانه مهاجره، دكتورك قلت لها بتديها منشطات لمده 6 شهور، لو ما حصلش حامل تعمل تلقيح صناعي، دلوقتي حضرتك ما طرق بتاعت التلقيح الصناعي دي. لا يعني انا سمعت الجمل الاولانيه وبعدين فيه كده تشويش فظيع، هو حضرتك واقفه وسط ناس كتير بيتكلموا مش كده؟ حضرتك لا حضرتك طلعت بره عشان الشبكه، حضرتك بقول لك بنتي متابعه عند حضرتك. لا دي سمعتها ولحد كلمه تلقيح صناعي، السؤال بقى اللي كان بعد. بنتي متابعة عند حضرتك وعندها بطانة مهاجرة وعملت منظار عند حضرتك ادتها علاج منشطات لمدة 6 شهور. قسما سمعت الجمل دي. الجملة بقى اللي بعديها حضرتك قلت لها بعد 6 شهور إذا ما حصلش حمل تعمل تلقيح صناعي، حضرتك تلقيح الصناعي دي ازاي الطرق بتاعته؟ ما دي الجمل الكلمتين الأخرانيين دول اللي مش قادر أدركهم مش سامعهم. حضرتك هي الطرق بتاعه التلقيح الصناعي، وهل معقول يا حضرتك يعني في نسبه النجاح بتاعته عالي؟ لا قليله. ما ليه حضرتك يعني الطرق الصحيحه ليه ان هي تعمل؟ عشان البديل بعده اذا لم يحدث حمل هو اللجوء للحقن المجهري، ولان الحقن المجهري غالي ومكلف ومعقد فبنستنفس كل ما هو رخيص وسهل وبسيط قبل اللجوء له. لسه القرحة موجودة، نروح لسه القرحة موجودة، لسه القرحة موجودة. هو فندم بقى بس حضرتك مش قادرين تدركوا يعني ان بعض الاطباء ما يقدرش يقول انا مش عارف اركب اللولب ده، الرحم ده مشدود لفوق اصل فيه التصاقات، اصل ده هيبقى صعب عليا. تمام، فنقوم نسمع بقى كلام ايه؟ اصل اللولب ما يناسبكيش، اصل اللولب لا ده هو نعرف اركبه بس انا اللي خايف عليكي، اصل الالتهابات هتزيد اصل. تمام، فده كله المشكله ان اللي بيقول الكلام ده بيقوله علشان المريض يسمعه فما يصدقوش لانه لا يعقل، فيروح لحد تاني فيقوم رايح لنفسك ويسمع نفس الكلام ويبقى ويتساءل بقى حلوا لي الكلام اللي هو بيقوله مش عارف اقول ايه. طيب معانا اتصال تليفوني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. إحنا محبين لبرنامجك والله، بشرة خير. شرفتنا يا فندم. حضرتك على طول والله. لهجتك دي أنت منين؟ إحنا من الشرقية. أهلا بيك. بتابعك على طول. أهلا بحضرتك. كنت كلمتك بخصوص بنتي اللي كان هو صفائح كان 130 لكن تحسنت شوية.
وان شاء الله. ايوه حضرتك قلت لي ان بنتك يعني حامل باين والصفايح 130 وخايفينها تولد. بس اخر مره عملناها اول امبارح طلعت 149 يعني. اه يا فندم ال 130 وال 149 وال 150 وال 120 وال 100 كلهم حلوين. تمام. بس لكن في حاجه ثانيه عندي بالنسبه للمدام. نعم. كان حدا شويه مدام كده يعني من فتره يعني المهم حملنا صوره دم طلع الهيموجلوبين 7.5. ده قليل قوي بسبب ايه بقى؟ المهم اخذت علاج وتحسنت وصل كام 11.2. ايوه ورجع تاني بطلنا العلاج وحللنا تاني وصل 13.4. ايوه ومره تانية خلاص بطلت العلاج وبعد العلاج تمام وصل 10.1. ايوه ايه علاقتي انا في امراض نسا؟ بتسالني حضرتك عن ده ليه بقى؟ مش عارف بقى ايه يعني بالنسبه للانيميا دي بترفع وتنزل لها يا دكتور معلش يا فندم انا اسال عنها لو سبب الانيميا حاجه تبع امراض نسا بمعنى ان الست دي بيجي لها انيميا شديده عشان الدوره شديده فنقوم بقى نقول الدوره الشديده دي ايه ونعمل لها ايه وبتاع لكن لو عندها حاجه ما فيش خلل في الدوره وعندها انيميا دي محتاجه لطبيب امراض باطنه تخصصه امراض دم عشان يصل لسبب الانيميا اللي بتحصل لها. ايوه حتى اخر مره عملناها 13.10 اول امبارح عملناها 10.7. هو انا ما يتهيأليش ان كل التحاليل دي صح يعني في عدم تناغم كده بين التحاليل فحضرتك بنت حضرتك معلش ما تاخد علاج وبتتحسن تفضل العلاج بترجع تاني تنزل ما هو يجب البحث عن السبب اللي بينزلها. فعملنا حتى دكتور في دكتوره متابعين معاها وقالت اعمل لي اللي هو الفيرتون ده الفيرترين والفيرترون ايوه فيرتين 16.5. تمام بنت حضرتك بنت حضرتك ومرات حضرتك الاثنين المدام ايوه بنت حضرتك والمدام بتاع حضرتك الاثنين حضرتك محتاج تاخدهم لدكتور امراض باطنه تخصصه امراض دم وهما الاثنين يتابعوا معاه. ايوه يعني امراض باطنه تخصص امراض دم. تمام واحده عندها انيميا واضحه والثانيه عندها تكسير في الصفائح ودول الاثنين مشاكل في الدم في تخصص في امراض البطنه اسمه هيماتولوجي امراض دم ده بعض الناس متخصصه فيها قد لا تجدوا هذا التخصص في محافظه الشرقيه ممكن نساعد حضرتك لحد في القاهره يكون متخصص في ده وحضراتكم تتابعوا معاه سواء لدي او دي دي بحثا عن سبب تكسير الصفائح وعلاجها ولو ان الصفائح اللي عندها ما هياش قليله ولا تثير القلق ودي بحثا عن سبب الانيميا و التكسير اللي بيحصل لها لان غالبا دي عندها حاجه كده بتكسر ده او فقدان لدم في حته فيجب البحث عن السبب وعلاجه. يعني توقعاتك كده يعني مفيش حاجه مثلا كده يا فندم الطب مش بالتوقعات كده الطب ايه بالفحوصات بالتحاليل بالدليل مظبوط تمام فيعني لكن انا دليت حضرتك اهو على ان اللي يتوقع ويفتي هو صاحب التخصص كما لا احب الناس تفتي في تخصصي حتى الزملاء لا نفتي في تخصص حد بس احنا نوجه حضرتك ان محتاجين تخصص امراض دم ان شاء الله بنتك ربنا يتم لها بخير ال 149 و130 كل دي ارقام لا تثير قلق على الاطلاق وانا يمكن قلت لك قبل كده ان ممكن نعمل جراحه كبرى على صفايح 90 و80 كمان. ايوه طيب تمام يا دكتور بالتوفيق شرفتني كل عام وحضرتك بخير. طيب طبعا مشاكل امراض دم للاسف الشديد انها بتزداد في الفتره الاخيره كل مشاكل امراض دم فربنا يشفي ويعافي الناس جميعا. كنا بنتكلم من ضمن الكلام بقى عشان نربط المواضيع بعضها كنا بنتكلم على المخزون احنا لسه الحالتين دول سواء بنت هذا الرجل او زوجته يبدو ان عندهم واحده عندها تكسير في الصفائح وقد يكون تكسير مناعي وده مثال لان مناعه الجسم تهاجم جزء من الجسم وتحطمه وزي ما بنقول ان الستات اللي كنا بنتكلم على مخزون المبيض من البويضات القليل جزء من اسباب هذا المخزون القليل بتبقى مناعه الجسم تهاجم بويضات السيده زي ما مناعه الجسم في هذه الفتاه بتهاجم الصفائح الدمويه بتاعتها فبتكسرها وبالتالي بيبقى المطلوب البحث عن المناعه متهيجة ضد إيه وبتحطمه ونحاول أننا نوقف تأثيرها السلبي لكن طبعا في الصفائح بتتكسر بالمناعة بس في ميزة في الصفائح أنها بتجدد وتكون من جهاز للتكوين أما البويضات عندنا فإذا حطمت فهي لا تجدد ده للأسف الشديد. معنا اتصال تليفوني آخر تفضلي يا صفاء. أنا عندي 29 سنة ومتجوزة لي 10 سنين
كويس. ومعايا طفل لدلوقتي 5 سنين. ربنا يخليهولك. بس يعني حصل حمل واحد بعد 5 سنين جواز؟ بعد ما اتجوزت ب5 سنين. ايوه. ايه كان سبب تاخر الحمل الفتره الطويله دي؟ كان عندي تكيسات. عندي تكيسات، لان تكيس المبايض مرض مزمن لا يحكى عنه بالفعل الماضي. ايوه عندي لحد دلوقتي عندي تكيسات. وهتفضل، لان هو مرض مزمن لا يحكى عنه بالفعل الماضي، فمريض التكيس المبايض كان ولا زال وسيظل عندي تكيسات. فعملت منظار بطن ولقينا فيه بطانة رحم مهاجرة. وده كومن كومبينيشن، يعني دي حاجة متوقعة. كثيرات من مريضات تكيس المبايض ما يقلش عن 25% عندما يتأخر تشخيصهم وعلاجهم الجيد مرض تكيس المبايض ينقلب لمرض البطانة المهاجرة، وهذا المرض لا يظهر إلا أثناء المنظار. فإذا طال فترة عدم حدوث الحمل فمريضة تكيس المبايض ينصح لها بعمل منظار، فعند عمل منظار اكتشفوا إن مع تكيس المبايض في بطانة مهاجرة وتم كي نقاط هذا المرض، وحصل حمل بعديها بقى؟ بعديها بست شهور بعد أخذ نشاطات آخر جرعة. تمام، ده المتوقع. المنظار يزيد فرص حدوث الحمل ما بين 6 شهور لسنة بعده. فحضرتك بتحكي كتاب الطب بالظبط وبتقولي ما يقول الطب. عندي تكيس مبايض فضل الدنيا علاج لفترة، بعد فترة ما حصلش حمل حد قال لي اعملي منظار عشان نعالج التكيس ونشوف مشكلة أخرى. عملوا تثقيب للمبيض لعلاج تكيس المبايض، وجدوا نقاط دموية ومرض بطانة مهاجرة من الدرجة الأولى. أنا بحكي ده لأنه ده تخصصي وشغلي وعملي. فكون النقاط الدموية دي وادوني فترة سماح 6 شهور لتنشيط تبويض لمحاولة حدوث حمل. حدث حمل خلال ال6 شهور دول وأنجبت طفل. ومنعتي الحمل بعده؟ لا ما حصلش، لا خدتش اي موانع للحمل. يعني 5 سنين تاليه ولم يحدث حمل مطلقا، وما فكرتيش ومحدش قال لحضرتك انك تعيد الفحص والتحاليل؟ لا ثاني عملت عمليه والمنظار. طبعا عملت عمليه منظار ثاني. فوجدوا ان في بطانه مهاجره نشطه مره اخرى؟ لا، لقوا في كيس ميه وعملوا تثقيب على المبايض. لقي كيس ميه على المبيض الشمال. وعملوا تثقيب على المبيض اليمين. وبعدين؟ فأخذت النشطات لمدة 6 شهور ما حصلش حمل. في فيديو للمنظار الأخير ده؟ أي في فيديو. تمام، فرحت للدكتور بقى فقال إيه؟ قال لي المبيض الشمال في أنبوبة، الأنبوبة الشمال على المبيض الشمال راشة. وارد. فهي دي تمنع الحمل؟ لو حصل انسداد في الأنبوبة ده لا تمنع، لأن ممكن أحمل من التانية وممكن الأنبوبة دي تتسلك. لو حصل انسداد وانتفاخ بقى التهاب مزمن في الأنبوبة وتجمع سوائل بالأنبوبة يحصل منها ارتشاح إلى الرحم، وهذا يمنع الحمل منع تام سواء طبيعي أو بحقن مجهري وحتى لو كانت الأنبوبة الأخرى سليمة، ويجب ربط أو فصل أو استئصال هذا الأنبوب المنتفخ قبل البحث عن حمل والتفكير فيه، ويفضل الإسراع في هذا ويتم ده من خلال منظار. فالأنبوبة اللي مسدودة تتسلك، والأنبوبة اللي مسدودة يحصل حمل من التانية لو طبيعية، والأنبوبتين لو مسدودين نحاول نسلكهم، ولو الاتنين المسدودين فشلنا في تسليكهم نروح نعمل حقن مجهري بلا أي تأثير سلبي لانسداد الأنابيب على نسب نجاح الحقن المجهري. ده بالنسبة للانسداد. أما انسداد الأنبوبة ومعه انتفاخ في الأنبوبة فهو شيء مختلف. فالأنبوبة اللي اتنفخت باظت، ولا أمل في إصلاحها ولا رجا فيها ولا منها ولا كفاية شرها، ولا يحدث حمل حتى لو التانية سليمة، وإذا حدث حمل فهي تسبب إجهاضه وتوقف نموه. والأنبوبة اللي فيها انتفاخ أو تمدد أو ارتشاح أو التهاب مزمن لا تعالج بمضادات حيوية زي ما الناس بتعمل، ولا أمل فيها سوى ربطها أو فصلها أو استئصالها من خلال المنظار. والتلات خطوات لهم نفس التأثير الإيجابي، يعني نفس الفايدة على فرص حدوث الحمل. يجب ربط أو فصل أو ربط وفصل أو ربط وفصل واستئصال الأنبوبة من خلال المنظار، والإسراع بعمل هذا، لأن ترك هذا الأنبوب المنتفخ هو التهاب مزمن في الحوض يؤدي إلى إضعاف وإهلاك مخزون المبيض من البويضات ويقلل فرص حدوث الحمل. هذا هو المختصر المفيد في علم النساء والتوليد في كل ما هو جديد في مجال تأخر الحمل. كل السيدات وكل الأنسات، للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة والمعلومة الصحيحة جينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي. يا رب دايما 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 يفضل اللي بينا على العهد والوعد.
كل عام وأنتم بخير، وبيننا وبينكم رسول الخير، وبيننا وبينكم الأيام تعدي على خير، ومعانا ومعاكم دايما يا رب بشرة خير.